بسم الله الرحمن الرحيم. ده شغل الخرسانه الخلاط يا جماعه. الناس اللي بتشكك تقول الخرسانه الجاهزه احسن من الخرسانه في الخلاط. مفيش فرق ما بين الخلاطه او الخرسانه الجاهزه غير حاجه واحده، ان المحطه يقدر يوفر لك 1000 متر في يوم، لكن الخلاطه بتوفر الكميات اللي هي بتاعت البيوت البسيطه 50 متر لحد 100 متر في اليوم. الخلاطه ممكن تصب والشغل نظيف زي ما انتم شايفين. حط الكميات بتاعتك صح. انا عندي اسمنت 7 شكات في المتر، الرمل 4 من 10 والسن 8 من 10. طالما في مهندس بيشرق وبيراجع ورا الخلاطه وبيقف على الصبه وبيبص على الشغل وبيستلم حديده، ابدا ما هتلاقي الشغل طالع وحش. مهما كان المقاول شاطر لازم يبقى في مهندس بيراقب، عشان في ناس بتيجي يقوم رامي كل حاجته في ايد مهندس ولا كل حاجته في ايد مقاول. لا، لازم يبقى في مقاول ومهندس مشرف لوحده، ده جاي من ناحيه وده جاي من ناحيه، ما يبقوش تبع بعض. ده الافضل واللي انا بقوله دايما. اي نعم ساعات في ناس بتيجي تقول لي لا يا باشمهندس معلش انا انت خد واصرف واعمل وجرب. انا ما بحبش ده، انا بحب دايما المالك هو اللي يصرف بنفسه عشان يبقى عارف صرف ايه، عارف جاب 100 بكام، عارف جاب السن بكام، الرمل بكام، الحديد بكام، الحديد غالي الحديد رخص، الاسمنت غالي الاسمنت رخص، انت عارف انت جبت ايه وبكام. انا ليك عليا ان انا اعمل لك الكميات بتاعتك كامله مكمله من اول الاساسات لحد اخر سقف واعمل لك جدول بيها من اسمنت الحديد لسن الرمل والمصنعيات الكميات بتاعتها قد ايه. يعني مثلا تعال نتكلم في المصنعيات، احنا عندنا العاديه بتبدا من 100 جنيه، المسلحه بتبدا من 250 جنيه على حسب الكميات، لو كميات قليله طبعا السعر بيزيد. العامده ب 250 جنيه وبعد كده كل دور بيزيد 20 جنيه. العمود بيتحسب متر، لو العمود ارتفاعه اكتر من 3 متر بيبقى متر ونص. السلم بيتحسب مضاعف لان بيبقى فيه شغل زي ما انتم شايفين، درج مع القلبه اللي شغاله، ده كلها مصنعات زياده على الصنايع. الاسف التكعيب بتاعها المتر ب 250 جنيه وكل دور برده بيزيد 20 جنيه. اديكم شايفين الشغل عاملين ازاي، شغل نظيف مفيش فيه اي مشاكل، مفيش فيه اي تعشيش، خرسانات نظيفه. طالما الخشب كويس والصنايع كويس والمهندس بيراجع وراه، اصل ده القالب، الخشب بتاع الصنايع او المقاول ده القالب بتاعه. اذا القالب نظيف عمر ما الخرسانه هتطلع وحشه، هتفضل طول عمرها الخرسانه نظيفه. الفكره بقى ان المهندس بيستلم وزن العمود، بيستلم منسوب سقف، بيستلم حديد، بيستلم نجاره مقاسات. الشغل ده لو 100 مالك ولا احسن مالك بيعرف يشتغل، طالما مش مهندس في حاجات هتفوتك، لازم في حاجات تفوتك. تربيط الحديد، شكل الاضافي ايه في السقف، شكل الكنات، كانت 7% ولا 6% اوتوماتيك ولا عاده، الاسياخ بتاعتك 16 ولا 12، الاضافي اللي فوق الاعمده، كل الكلام ده انت لازمك مهندس مشرف.